هل يجوز أن تجلس المرأة كاشفة وجهها أمام كل من زوج خالتها؟ لا، لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند زوج خالتها لأنه أجنبي منها. لا. عند خال أمها؟ عند خال أمها لا بأس لأنه خالها. لأن خال أمها خال لها. ما شاء الله. لا. زوج أختها؟ زوج أختها أجنبي منها، يجب عليها أن تستر جسمها بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان. نعم نعم. تستر ذلك عن زوج أختها لأنه أجنبي منها. نعم.